مشاهدينا وبنستكمل لقاءاتنا في مهرجان الإعلام العربي في دورته الـ16 واللي تحت شعار الإعلام واقع جديد. يسعدنا طبعا أن يكون ضيفنا هو أحد رواد فن المسرح وفن الدراما التلفزيونية الفنان الكبير محمد صبحي. أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك التكريم. أهلا وسهلا. أهلا شكرا جدا أستاذ محمد. إحنا طبعا سعداء بحضرتك وسعداء أن حضرتك من المكرمين النهاردة في المهرجان، وحضرتك فنان ليك رؤية خاصة وليك أعمال خاصة بتطرحها بشكل خاص، فحضرتك كلمنا على رؤيتك للمهرجان والتواصل العربي ورؤيتك للإعلام العربي. وأنا دايما أقول أن الإعلام ما أصبحش من الكماليات، يعني ما أصبحش أن المواطن بيروح له، لا، الإعلام بقى يجي للمواطن وبقى حاجة مهمة جدا جدا للمواطن في هذا العصر الحالي. يعني بقول أن هذا التجمع العربي محتاجينه في كل حاجة، في السياسة وفي الاقتصاد وفي التعليم وفي السلوك، في كل حاجة. فإن الإعلام يقود اللي كنا نتمناه من زمان، أن يبقى فيه المثقفين والمفكرين والأدباء والفنانين أنهم يتجمعوا في من خلال الأسبوع أو 4-5 أيام، ده شيء كويس قوي من التواصل. يعني بقول إن الإعلام إحنا منتظرين منه أكتر من كده. كمان حصل طفرة كبيرة جدا في خلال 7 سنين أو 6 سنين، حصل طفرة مذهلة من التطور، مش بس في مصر، طبعا مصر قادت ده، إنما حصل في الإعلام كله العربي طفرة كبيرة جدا من التقنيات والأسلوب. فإحنا محتاجين أكتر من كده، أو منتظرين من الإعلام أكتر من كده. الفنان الكبير محمد صبحي، يعني تعودنا دايما من حضرتك من خلال الأعمال الدرامية أو المسرحية أو السينما أنك دايما بتناقش قضية هامة جدا في المجتمع، سواء كانت بقى سياسية أو بتخص المواطن المصري. من ناحية الإعلامية بتشوف من وجهة نظرك إيه اللي بينقص الإعلام العربي علشان يقدر يواكب جرأة وشفافية الإعلام الغربي؟ إحنا عندنا إشكالية، إحنا دايما كنا ضد الرقابة، يعني دايما احنا انتي رقابة وضد الرقابة ومش عايزين رقابة، بس هذا المفهوم انا شايفه خاطئ. احنا محتاجين رقابة اخلاقية، ولكن مش محتاجين رقابة فكرية. يعني دايما اقول ان هناك ابتذال في الفكرة وهناك ابتذال في الكلمة او في الإيماءة او احنا محتاجين رقابة حقيقية عشان تحافظ على قيمنا واخلاقنا ضد هجمة شرسة من الغرب بفككان كل ده. ولكن احنا مش محتاجين وصايا على عقلنا او فكرنا، محتاجين الاعلام يتحرر، لان مفيش عمل هيقاوم ثورة، مفيش عمل هيعمل انقلاب، مفيش عمل انما هناك اعمال تنويرية. يعني احنا محتاجين انها تصل للناس، واللي الناس بتناقشه في البيت يبقى حلو قوي لما يتناقش على الشاشة. يعني انا مقدم، لما طلب مني وزير الإعلام، إن أنا كنت خلاص آخر جزء في ونيس كان جزء الثالث، ولكنه طلب إن مسلسل ونيس يمتد ل 240 حلقة طول السنة، حلقات نص ساعة، فأنا رحبت بالفكرة فعلا وأتميت 60 حلقة من المسلسل وتسلمه، هيتذاعوا إن شاء الله في يناير، أول يناير أول السنة الجديدة. ونيس بيناقش كل القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية والتعليم، كل ما يناقشه المواطن بينه وبين نفسه احنا بنناقشه احنا كمان. طبعا يعني بنناقشه خلال محمد، احنا محتاجين ان احنا ده يتناقش بصوره اكبر واوقع من خلال اعمال الى جانب الاعمال اللي حضرتك بتقدمها، لانه حضرتك منفرد بهذه النوعيه من الاعمال واستقام وزخم من الاعمال الاخرى التي لا تدعو للقيم الاخلاقيه. احنا محتاجين ايه في الفتره القادمه الى جانب توثيق الاخلاق والقيم داخل المواطن العربي علشان نقدر نواجه الكالتشرال امبرياليزم او الغزو الثقافي العالمي، واحنا بقينا في عولمه، يعني احنا منفتحين عن العالم وشئنا ام ابينا دخلنا. احنا نعمل ايه عشان نحافظ على هويتنا؟ وانا اللي عايز اقوله ده ان احنا يجب ان نستفيد من التكنولوجيا ومن التقدم والتقنيات، ولكن احنا نملك عقلنا ونملك هويتنا زي ما حضرتك قلت. هذه الهوية علشان ما تضيعش، احنا مش محتاجين ندافع عن نفسنا او عن تهمة لصقت بينا، وهي تهمة الارهاب الغرب وجهها للعرب، للمنطقة العربية كلها. فاعتقد ان شوية الاعلام توجه بعد 11 سبتمبر عشان ينفي عن انفسنا تهمة الارهاب
فبقى في تخلي عن القيم وعن الـ عن الـ المسل او عن او ان احنا نتجرد عن شخصيتنا وهويتنا علشان نثبت ان احنا مش ارهابيين. انا شايف ان ده اساس. احنا محتاجين مش نبين سوءاتنا، احنا كمان في حاجه كويسه لازم نبينها، يعني مش شرط الدراما انها تنقل الواقع. طب ما هو الواقع في حاجات كويسه وحاجات وحشه، احنا ليه بنقدم الوحش بس؟ احنا عايزين نقدم الوحش ونناقش السيء، انما احنا كمان محتاجين نناقش كويس. الفنان الكبير محمد صبحي، الف مبروك التكريم ومنورنا في التجمع الجميل ده. بنشكرك وبنقول